ندوة وطنية لمناهضة التعذيب تحت شعار لا للتعذيب، بمشاركة خبراء وأساتذة وأكاديميين وقانونيين من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، نظمتها وزارة العدل في مدينة طرابلس بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. فعاليات الندوة أقيمت بمشاركة وزراء العدل والداخلية وشؤون المرأة ووكلاء الوزارات ذات العلاقة وممثلي مكتب حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء وممثلين عن الهيئات والمجالس والمنظمات والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب والانتهاكات. وتم التأكيد خلالها على ضرورة احترام مبدأ المعاملة الإنسانية وحقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح ومراكز الحجز والتوقيف. أطلقنا ورشة عمل عنوانها أو شعارها لا للتعذيب. هذه الورشة تؤكد على كافة التشريعات الدولية وكذلك الوطنية. الورشة تهدف إلى تأكيد وترسيخ مبدأ المعاملة الإنسانية سواء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، سواء داخل مؤسسات الحجز أو الإيقاف، سواء في كافة ظروف الحياة، نؤكد على احترام حقوق الإنسان. وتمحورت أعمال الندوة حول عدة ورقات علمية تناولت التشريعات الوطنية والدولية لمناهضة التعذيب في ضوء ميثاق العهد الدولي والحماية من التعذيب ضمن القانون الدولي الإنساني والعدالة الانتقالية والحالة الليبية لمناهضة التعذيب. كما قدم المشاركون في الندوة بالعرض المرئي آليات رصد الانتهاكات الموثقة لبعض ممارسات التعذيب وإعادة التأهيل النفسي لضحايا التعذيب وجرائم الاغتصاب الجنسي باعتبارها إحدى أدوات التعذيب.